هنتكلم النهارده عن محاضرة الكلاسترنج. طبعا احنا خدنا سيت اوف كلاسيفيكيشن الجوريزم زي مثلا ال ديسيجن تري، خدنا اللوجيستيك ريجريشن، خدنا الكي ان ان. فالفرق بين الكلاسيفيكيشن الجوريزم والكلاسترنج الجوريزم بكل بساطة هو الليبل. الداتا لما بتبقى جايه لي كانبوت بتبقى جايه لي على شكل فيتشرز، و يعني مثلا بيبقى عندي هنا مثلا دي الفيتشرز، ادي الويدث وادي الهايت بتاع الشخص معين، مثلا خلينا نتكلم عن يومن، ادي الويدث وادي الهايت. وهنا في الاخر بقول لك جيفن الويدث ده لو كان مثلا يعني اي ارقام، مثلا 50 وهنا 20، طبعا الهايت مثلا 150. اقدر اقول لك ان الشخص ده مثلا سمول او لارج، خلاص. ده الكلوس اللي احنا بنسميه الواي في الاخر، ده الواي، تمام. ممكن اديك بيانات تانية واقول لك ان مثلا لو كان ماشي عن 40 ومثلا 160، اي ارقام يعني كده هنقول ان هو ميديوم. اوكي طيب، لما بنيجي ندخل في الكلاسيفيكيشن الجوريزم، انت دلوقتي دي داتا لسه ما دخلتش على الكمبيوتر، لسه الكمبيوتر لسه ما عملش اي حاجه خالص، دي الداتا اللي الهيومن هو اللي مجهزها. هنبدا ندخل الداتا دي على الالجوريزم او الكمبيوتر، ندخلها على الكمبيوتر. الكمبيوتر بيشتغل يعني بيشتغل بالجوريزم معين، ونفرض مثلا لوجيستيك ريجريشن او حاجه، في الاخر هو بيقول لك على فكره انا اعتقد ان انت لو دخلت لي سامبل جديده، هو بيبدا يعمل تريننج للداتا، وفي الاخر لو انت دخلت لي سامبل جديده ليها ويتس وهايت معينين، خليني لسه ما دخلتش في التيست، لو انت دخلت لي 50 مثلا و150، انا هقول لك على فكره ان الشخص ده هيبقى ميديم. فانت هتقول لي او احنا لما نيجي نراجع هنلاقي ان هو ايه ده ميديم، بس هو اصلا يعني الكمبيوتر اتعلم ان هو ميديم بس هو اصلا لارج. فايه اللي هيحصل؟ ان الكمبيوتر يبدا يراجع نفسه، يراجع حساباته، ويبدا يقول لك على فكره صحيح مش عارف ايه كذا كذا كذا، وهيبقى لارج. يبقى ايه اللي حصل هنا؟ ان في حاجه اسمها ريفرنس او في ليبل، انا معايا في الداتا. وجود الليبل في الانبوت داتا ده بيساعدني ان انا اطلع اكيوريت الجوريزم. اكيوريت يعني بيطلع نتائج كويس. ليه؟ لان هو لما بيجي يشتغل بيطلع كلاسيفيكيشن معين، ومن ضمن اي الجوريزم او اي كلاسيفيكيشن الجوريزم انه بيحسب حاجه اسمها ايرور، بيبدا يشوف الفرق بين اللي هو جابه واللي هو موجود اصلا. فالايرور عاده ما بيساوي البريدكتد ناقص الترو، او الترو ناقص البريدكتد عادي، مش لو احنا مش هنكسر الاشاره يعني، هو بيساوي الحاجه اللي موجوده في الكمبيوتر طلعها ناقص الحاجه اللي موجوده اصلا. ولو رمزنا طبعا للحاجه اللي الكمبيوتر بيطلعها سميناها مثلا اتش اوف اكس، فهيبقى اتش اوف اكس ماينس الواي، تمام. ده الايرور، الايرور بيساوي اتش اوف اكس ماينس واي. فالفكره بس عايز اقول ايه، ان اولا الانبوت داتا للكلاسيفيكيشن لاي كلاسيفيكيشن الجوريزم بيكون لازم يبقى عندي هنا ليبل، خلاص. الفاينل كولم ده او الكولم النهائي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان اي كلاسيفيكيشن الجوريزم لو انت كنت اديت له ليبل او اديت له فعلا كلاس او اديت له كولم الاخير بالمنظر ده، الكلاسيفيكيشن ده هيبقى مور اكوريت، علشان هو بيبدا يتعامل او يحسب ايرور. ايرور يعني بيبدا يشوف ان اللي انا عملته صح ولا غلط. وبالتالي في الاخر هاجي لو انا دخلت له سامبل بعد ما هو يترين بشكل كويس، لو دخلت له سامبل تيست داتا هيبدا يقول لك على فكره هيطلعها بشكل كويس مثلا لارج او حاجه، ويطلع فعلا الاجابه الصحيحه. فده فكره الكلاسيفيكيشن. لكن الكلاسترنج انا الداتا بتبقى داخلالي هي الويتس والهايت بس، الويتس والهايت بس، مفيش اي جايدنس، مفيش اي ليبل. مثلا ماشي يعني ده مش موجود، الكولم ده مش موجود، عندي هنا ويتس وعندي هنا هايت، خلاص. فانا بديك داتا فيها 50 و150 40 و160 مش عارف ايه، وبديك بيانات بقول لك على فكره لو سمحت قسم لي انت بقى، يعني انت اللي هتحط الليبل. هنا كان الهيومن هو اللي بيحط الليبل،
هنا بقى بقول لك كلاسترنج التاسك بتاعتك ان انت تحط لي ليبل، يعني قول لي ان على فكره ان الشخص ده لارج، على فكره ان الشخص ده ميديم حجمه او شكله في الاخر بقى لارج او ميديم. فهو الكلاسترنج هو في الاخر هو مش بيحط ليبل، هو بيعمل حاجه اسمها جروبنج. يعني انا لما اقول ال او ام دي فانا كده بقول لارج او ميديم، فانا عارفه معنى الليبل. لا، هو الكلاسترنج بيعمل ان هو بيقول لك ده كلاس واحد وده كلاس اتنين، يعني بيعمل جروبنج، بيقول لك ده الجروب الاولاني والجروب التاني، ده تبع الجروب التانية لكن ده تبع الجروب الاولاني. فهو بيعمل جروبنج، بيحط لكل سامبل هي تبع انهي جروب، وعشان هو مش فاهم معنى الجروب ما بيقدرش يقول ما بيقدرش يقول ده لارج او ميديم او كده، بيقول لك واحد واثنين وثلاثه. فهو دي الفرق ما بين الكلاسترنج والكلاسيفيكيشن. كلاسترنج ما فيش الليبل، لما بيجي يعمل بيطلع هو مش بيعمل كلاسيفيكيشن، هو بيكون الهدف منه ان الداتا اللي داخله له، الداتا اللي داخله نفسها هو اللي بيعمل لها بيحط لها ليبل خلاص، او بنقول ان هو بيحط لها داتا. لكن هنا بيكون الفرق بين الهدف بتاع الكلاسيفيكيشن الجوريزم ان هو يترين يتعلم الداتا، وبعد كده اجي في يوم من الايام اعمل تيست خلاص. لكن ده مش هدف الكلاسترنج. الكلاسترنج ما بيعملش لا ترين ولا تيست، يعني هو نقدر نقول ان هو بيعمل ليبلنج للداتا، يعني معايا داتا ما فيهاش ليبل انا هفضل اعمل حاجات كده، وفي الاخر هقول لك على فكره ده تبع الليبل الاولاني وده تبع الليبل الثاني، الليبل الثاني والليبل الاولاني. فده الهدف من الكلاسترنج، ان هو بيحط ليبل للداتا. الليبل ده مش بيبقى ليبل لارج وميديم، بيبقى ليبل اسمه 1 2 3 4 او الجروب الاولاني والثاني والثالث، لان هو مش بيطلع ليبل له معنى، هو مش له معنى، هو مش بيطلع ليبل هو عارف معناه، هو بيطلع ليبل وخلاص. يعني بيقول لك على فكره انا حاسس كده ان القيم دي مثلا ال 50 اكبر من ال 40، ومثلا هنا كان مثلا هنا كان 60، فهو خد باله ان كل القيم اللي بتكون اكبر من 50 مثلا بتبقى دي هنسميها مثلا لارج ودي هنسميها لارج، فهو خد باله ان كل القيم الكبيره لو كانت فوق ال 50 ادي 50 وادي 60 كلها بتبقى لارج، لكن القيمه اللي بتكون مش عارفه ايه 40 او اقل من 50 بنسميها ميديم. فهو بيبدا يحسب بالفاليوز، بيبدا يحسب بالقيم كده بس، ما بيبقاش ايه ما بيطلعش معنى الحاجه. بيقول لك القيمه دي انا لاحظت انها لما يكون كلهم كبار بيبقى تبع الجروب الاولاني، كلهم لما يكونوا صغارين تبع الجروب الثاني كده. فهو بيبدأ يحسب طبعا مثلا دي لو واحد دي واحد دي اتنين بناء على اللي انا لسه قايلاه طبعا. طيب دي فكرة الكلاسترنج. given unlabeled data ببدأ الهدف بتاعي ان انا احط ليبل، ابدأ اقول ان ده ان كل سامبل تبع جروب معين، ده الجروب الاول ده الجروب التاني ده فالكلاسترنج ما فيهوش تريننج وما فيهوش تيست، هو مش بيعمل ترين ولا بيعمل تيست، هو بيعمل ليبلنج للداتا. ممكن بعد ما تخلص خالص اديك سامبل واقول لك على فكره السامبل دي تبع مين، تقول لي مش عارفه ايه، بس انت اصلا عملت ايه، انت اللي حطيت الليبل بايدك. اوكي طيب، ده معنى الكلاسترنج. فلو احنا نتكلم ان جنرال يعني الماشين ليرنينج تايبس، كان عندي سوبرفايزد ليرنينج وفي ان سوبرفايزد ليرنينج وري انفورسمنت ليرنينج طبعا، وفي طيب رابع وهو السيمي سوبرفايز، بس مش مشكله. لكن السوبرفايزد ليرنينج هو لو انت عندك ليبل تقدر تعمل كلاسيفيكيشن وريجريشن، طبعا في فرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن. الانسوبرفايز تقدر تعمل كلاسترنج او دايمنشنال ريدكشن. كلاسترنج ان انت بتبدا تقسم السامبلز اللي عندك دي انتو جروبس الى مجموعات. دايمنشنال ريدكشن انت بيكون عندك انبوت فيتشرز يعني بيكون عندك داتا وعندك مثلا ايه الويدث والهايت ومثلا وعندك الايدج مثلا لو عايز تتكلم بقى عن بيانات عن الشخص، وعايز مثلا عندك الجندر مثلا هو الـ هو ميل ولا فيميل كده. دي بيانات كتيره على اساسها في الاخر مثلا عايز اقول ان الشخص ده لارج او ميديوم او كده.
فباجي اقول هنا لارج وباجي هنا اقول ميديم مثلا، يعني مثلا ده التاسك بتاعت لارج وميديم. في ال يعني هو عامه في الدايمنشنال ريدكشن ما بيبقاش في ليبل، بس انا بشرح لك بس احنا ليه بناخد الويدث والهايت والايدج والجنر. لو نلاحظ هنلاقي مثلا ان السن او سوري الجندر ملوش علاقه ان الشخص ده تخين ولا رفيع، يعني انا بقول لك الويدث والهايت والعمر. فممكن ابدا اشيل شويه فيتشرز ملهاش علاقه بالايه؟ بالتاسك بتاعتي، ممكن اشيل ايدج برضه عادي، يعني الحاجات الاساسيه اللي بتبين ان الشخص ده تخين او رفيع الويدث والهايت وممكن الوزن. خلاص؟ فمش شرط ان انا هو ميل او فيميل، ممكن عادي يعني هو ممكن يبقى في ميل تخين وفي فيميل تخين مالهاش علاقه. مش معنى ان هو له ويدث معينين، يعني ويدث ده 50 وده 50 وده مثلا 120 وده 120، ولو جيت قلت لك ان على فكره ده هو لو ميل ان ده ميل وده في ميل، تبدا تقول لي لا على فكره طالما هو في ميل بقى يبقى ما يبقى ميديم، طالما هو ميل بقى يبقى لارج. لا، ففي بعض الفيتشرز في السامبلز اللي عندي او في الداتا اللي بتبقى جايه لي بيكون ملهاش علاقه قوي بالديزيشن بتاعي او بالقرار اللي انا هاخده او بالتاسك اللي انا هعملها، فبعمل دايمنشنال ريدكشن بقلل ايه الفيتشرز دي، ده الهدف منه. طبعا في الجوريزمز كتيره بتعمل حاجه زي كده. فالتو تاسكس اللي ممكن اعملهم في الانسوبرفايزد ليرنينج هو ان انا اعمل كلاسترنج او اعمل دايمنشنال ريدكشن. طيب لو عايزه اقارن السوبرفايز بالانسوبرفايز ليرنينج هلاقي ان طبعا اتفقنا ان السوبرفايز ليرنينج بيكون اكيوريت عشان في ريفرنس عنده او في ليبل او في جايدنس عنده بيقدر ان هو يرجع له في الاخر يحسب الايرور وبعدين يقول لك صحيح انا الايرور عندي عالي فانا لازم بقى ابدا ايه اتعلم بشكل مختلف او ابدا اعمل اي حاجه اغير البارامتر بتاع الالجوريزم بتاعه. لكن الانسوبرفايز ما فيش اي حد هو بيعمل حاجه، بيعمل جروبنج في الاخر يقول لك هو ده الجروبز اللي انا شايفه وده احسن حاجه، ما عندوش ما مش عارف هو عمل كده ليه ولا عارف ان حد يعدل عليه. خلاص طبعا بيمشي بطريقه معينه بس ما فيش الاكيورسي، مش موجوده الاكيوريت او ان هو بيميك شور ان الالجوريزم بتاعه ده صح. لا ما فيش جايدنس. الداتا فيها ليبل هنا في السوبرفايزد، ايوه داتا هنا فيها ليبل لكن هنا داتا ما فيهاش ليبل. ريكوايرز ذا هيومن ان ذا لوب، يعني هو بيتطلب تدخل الانسان لان الانسان اصلا هو اللي بيحط الليبل، لكن هي مينيمم هيومن ايفورت لان مفيش مش شرط ان انا اعمل ليبل. فانت جمعت داتا من الناس ببدا بقى اشتغل على الداتا دي خلاص، ما مش محتاج حد يقول لي على فكره انا اكسبيرينس في المجال ده وبقول لك ان لو كنت قيم كذا فيبقى كذا، لو مفيش اي جايدنس فمش لازم ايه مينيمم مش لازم يبقى فيه هيومن ايفورت يعني. طيب لو عايزين نقارن السوبرفايز والانسوبرفايز بناحيه ثانيه وهي الشكل الانبوت داتا، لو الانبوت داتا اللي داخله لك كانت ديسكريت او الليبل بتاعك كان ديسكريت يبقى انت تقدر تعمل كلاسيفيكيشن، ولو كانت ديسكريت في الانسوبرفايز تقدر تعمل كلاسترنج، لو الداتا اللي داخله لك كانت كونتينوس تقدر تعمل ريجريشن، لو في هنا تقدر تعمل دايمنشنال ريدكشن. طيب خلينا ناخد الكلاسترنج. عرفنا طبعا الانسوبرفايز فيها كلاسترنج وفي دايمنشنال ريدكشن. لو هنتكلم عن كلاسترنج بس هنلاقي ان كلاسترنج معناه ان انا بعمل جروبنج للاوبجكتس اللي هي سيميلر مع بعض في جروب واحد، يعني ببدا اشوف الداتا اللي عندي ببدا اقول على فكره ان كل السامبلز اللي هي موجوده في الحته دي الاكس والواي بتاعتها صغيرين فانا اخدهم مع بعض، كل السامبلز اللي في الحته دي الاكس والواي بتاعهم عاليين فاخدهم مع بعض، هنا كل السامبلز مثلا الاكس بتاعتها صغيره او صغيره قوي او لا دي الاكس يعتبر عاليه. انا لو هبص على الاكس بس. طيب فانت هنا يعني طبعا انا بقول بشكل عشوائي ولكن هو بيتبع الجوريزم معين، يعني ولنفرض مثلا بيحسب الديستنسز وكده. ففكره الكلاسترنج ان انت بتبدا تعمل جروب زي كده لون اخضر واصفر وازرق واحمر اللي هو بتعمل جروبنج، بتبدا تقول على فكره السامبلز دي كلها مش كلها واحد، لا ده في منها الحاجات اللي هي كده وفي كده وكده، قسمها على اساس ايه؟ على اساس طبعا على حسب الالجوريزم. لو انت بتشتغل مثلا كي مينز يبقى انت هتعمل بتبدا تحسب الديستنسز المسافات الحاجات دي كلها قريبه من بعض، الحاجات دي كلها قريبه من بعض وهكذا. فالهدف من الكلاسترنج الالجوريزم ان هو بيعمل جروبنج للسيميلر اوبجكتس مع بعض في جروب واحد.
الجروب ده ساعات بنسميه كلاستر، خلاص؟ في الكلاسيفيكيشن الجروب الواحد بنسميه كلاس، لكن هنا الجروب الواحد بنسميه كلاستر، لان هو يعني حاجه كده ايه، بلايند الى حد ما. طيب من ضمن الحاجات الغريبه في الكلاسترنج هو ان انت دلوقتي انت مديني داتا انا عايز يعني اقسمها، فممكن اقسم الداتا دي على ان هي تبقى كلها انيمال وسوري انيمال وهيومن. لو انت قلت لي انا عايزه اقسمها انتو تو كلاسز، فانا ممكن افضل اقسم بحيث الاقي ان الفيتشرز دي كل الناس اللي هي في الدايره دي كلهم بينتموا للهيومن، لكن الاوبجكت ده او السامبل دي شكلها كده تدي على ان هي ايه، انيمال. فانت قلت لي تو كلاسز، انت كان ممكن تقول لي دول تو كلاسز. انا ممكن اعمل كده، انا ممكن اقول لو فرضنا يعني ان نجي كده واقول لك دول كلهم في ميل ودول كلهم ميل. انا ماليش دعوه بالتايب بتاعه، لكن انا ليا دعوه بالجندر بتاعه، هو ميل ولا في ميل. فممكن اعمل كده برضه. فالكلاسترنج انت بس بتقول له انا عايز اتنين جروب، بس ما بتقولوش معنى الجروب ايه، فاهمني؟ فدي بتبقى مشكله في الكلاسترنج. دي مشكله من ضمن المشاكل. في طبعا في الكلاسترنج الجوريزمز في تفاصيل كتيره، وهي ان هل ان انا لو قلت ان ده انيمال ودول هيومن كده انا عندي تو كلاسز، هل ينفع اعمل كلاسز كلاسيفيكيشن تاني او كلاسترنج تاني؟ ممكن اعمل كده جوه الجروب ده، اعمل كده اقول ان دول ميل ودول فيميل، ينفع اعمل كده؟ فعلى حسب الكلاسترنج تكنيك، في ناس بكده الجوريزمز بتبقى كده، في الجوريزمز تانية بتبقى ما فيش حاجه اسمها اوفرلاب، او ما فيش حاجه اسمها ان السامبل تبقى موجوده في اكتر من كلاس. ففي في الكلاسترنج في كده، وفي في الاثنين، في تو تايبس. طبعا اشهر الجوريزم في الكلاسترنج هو الكي مينز، والكي مينز هو ما بيقبلش بالاوفرلاب، بيبدأ يقول لك انت عايز كام عايز كام جروب، اتنين، خلاص انا هقسمهم لك بالمنظر ده بس كده. طب على فكره انا عايزه بس اقول لك معلومه تانية، ان هم لا، طب مين فيهم ميل ومين فيهم ميل؟ لا، انت لازم بقى يعني ادور انا اعمل تاني، وهيبدأ بقى في الاخر يعمل حاجه زي كده، ان هو انت عايز ميل وفيميل، طب هو كده، طب انا عايز الانيمال والميل والفيميل ومش عارف ايه. لا، انت ايه اللي هم تو كلاسز، ما اقدرش ان انا اقول لك ان الشخص بينتمي لاكتر من كلاس، لانه ده هو ده وجهة نظره او ده طريقة تعامله، لكن هو حرفيا الشخص نفسه ممكن يبقى هيومن، ممكن يبقى ميل، ممكن يبقى غني، وممكن يبقى اي فيتشر تانية، يعني ممكن يبقى له اكتر من كلاس، ممكن يبقى مارد مثلا. فالشخص او السامبل الواحده ممكن حرفيا تنتمي لاكتر من كلاس. هو في بعض الالجوريزم بتقول لك لا انا مش هقدر اكلاستر غير يعني السامبل تبقى في كلاس، لكن في الجوريزم الثانيه بتقول لك انا ممكن ايه اعمل اقبل بالاوفرلاب عادي. فطيب ده فكره الكلاسترنج وايه هي عيوبه. طيب نبدأ ندخل في معلومة تانية خاصة بالكلاسترينج، وده طبعا مثال تاني، ان انا هنا يعني ايه اللي بيخلي في عندي كلاسترينج تكنيكس كتيرة، ليه هم مش واحد بس؟ طبيعي طبعا، لان هو اللي قال ان انا هعمل كلاسترينج ده هيومن انسان، وهو فكر بالطريقة دي، فاكيد طبعا مش هو الوحيد الموجود في الدنيا، فاكيد في كذا حد هيبقى عنده وجهة نظر تانية او طريقة تفكير مختلفة او طريقة تقسيم مختلفة. فايه هي التقسيمات اللي كل الكلاسترنج الجوريزم يعني بيختلفوا فيها؟ ممكن نسأل نفسنا هل الالجوريزم ده بيقبل بالاوفرلاب ولا لا. فلو انت بتقبل بالاوفرلاب، يعني كلاسترز لو الكلاسترز دي بتقبل بالاوفرلاب بنسميها سوفت كلاسترنج تكنيك، لكن لو مش بتقبل بالاوفرلاب بيبقى كلاستر دازنت، اللي هي دازنت الاو الاوفرلاب، بنسميها هارد كلاسترنج تكنيك. وطبعا انا شرحت ايه هو الهارد والسوفت، او شرحت يعني ايه بيبقى الاوفرلاب، ان انا السامبل تنتمي لاكتر من كلوز. لو انت بتقول انا ماليش دعوه هي بتنتمي لكلوز واحد، يبقى خلاص كده انت هارد. ومن ضمن امثله الهارد كلاسترنج الجوريزمز اللي هي الكي مينز. طيب الحاجات اللي هي سوفت عندك الاجلوميريتيف ميثود،
او الاجلوميريتيف كلاسترنج تكنيك. طيب بعد كده عندي ممكن اقول لك ايه الحاجات اللي بتختلف من الالجوريزم للتاني. انت تسال نفسك هل الالجوريزم ده فلات ولا هيراركال؟ يعني ايه فلات ويعني ايه هيراركال؟ طيب هو فلات ده اللي هو انا باجي زي الكي من دي كده بالظبط، انا ببقى عايزه اقول ان السامبل دي تبع الكلاس ده او الكلاستر ده بس كده. كلاس 1 مثلا، سامبل 1 تبع كلاس 1، سامبل 2 او سامبل 10 مثلا تبع الكلاس 2. خلاص طيب بس كده. ما ينفعش اقول ان على فكره سامبل 1 تبع كلاس 1 و على فكره برضو تبع كلاس 4 وتبع كلاس كذا. ما ينفعش ان انا السامبل اقعد اديها تفاصيل كتيره، هي اونلي 1 ليفل، الليفل ده بس. سامبل دي تبع كلاس كذا والسامبل دي تبع كلاس، سامبل 10 تبع كلاس 2. ما ينفعش ان انا اقعد اعمل ليفلز كتيره، هو معلومه واحده بس. فده الفلات والهيراركال. لو انت بتقسم انتو سيت اوف جروبس فانت فلات، لو بتقسم انتو هيراركال فانت تاكسونومي. اوكي طيب الـ من ضمن الاختلافات هو ان دلوقتي انا بقول لك قسمهم لي انتو جروبس خلاص. فهل انت بتقسمه خلاص؟ يعني انا دلوقتي شفنا ان هو في الجوريزم في الـ يعني لو انا مثلا عندي كده السامبلز دي انت عايزهم كام كلاس؟ 2. خلاص انا هقسمهم لك. لا انا يعني انا مش عايز 2 دول، انا عايز 2 تانيين. خلاص انا هعمل لك كده. انا يعني ايه اي 2، انا بروح حاطط اي 2. فانت قسمتهم على اساس ايه؟ انا ما اعرفش، بس انا فضلت امشي في حسابات كده ماثيماتيكال، لقيت ان دول مش عارف ايه. بس هل انت عارف، هل انت عارف في الاخر الكلاسز دي اسمها ايه او معناها ايه، او انت كنت بتحسب الفيتشر دي اللي هي معناها ايه؟ انا مش عارف. انا كل الدنيا ماشيه في الالجوريزم ان هي ارقام. لو انت بتمشي بالطريقه دي يبقى انت يبقى الهدف بتاعك مش الهدف بتاعك بنسميه بوليسيتك، ان انت بتبقى عايز تقسم الحاجات اللي شبه بعض، شبه بعض في الفاليوز، شبه بعض في الديستنس، شبه بعض في وخلاص. لكن لو انت عايز تقول انا عايز الناس اللي الايدج بتاعها من كذا لكذا، والناس اللي الجندر بتاعها مش عارف ايه كده يعني، فانت تبدا تقول تدي فاليوز وتبقى فاليوز ليها معنى، فانت كده بنسميها مونوسيتك كلاسترنج تكنيك. طيب لو هنمسك الكي مينز بس، فالكي مينز يعتبر بوليسيتك لانه بيعتمد على الديستنس، هو مش فاهم هو بيعمل ايه، هو بس تقريبا شايف ان الحاجات دي كلها